السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأوفياء، أصدقاء قناة أجين تعلم. اليوم في هذا الدرس غادي نهضروا على النص السماعي القاهرة. قبل ما نبدأ نتمنى أنكم تشتركوا في القناة، تدعموني بلايك، تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. نشوفوا السؤال الأول. ألاحظ العنوان وأفترض موضوعا للنص. إلا لاحظنا العنوان القاهرة، يعني النص راه غادي يهضر على القاهرة انطلاقا من النص أو من العنوان. نفترض أن يتحدث النص عن مدينة القاهرة بمصر وما تزخر به، يعني غيهضر على مصر وما تزخر به. نجيو للسؤال الثاني. هذا الجواب. أتهيأ للاستماع إلى النص. نسمع النص. نصغي جيدا. تقع القاهرة تحت سفح جبل مقطم، تحيط بها أسوار جميلة متينة ذات أبواب بديعة ومصفحة بالحديد. وفي المدينة صناع وتجار وعدد من المدارس التي تثير الإعجاب بأبعادها وحسن بنائها وزخرفتها، وكذلك عدد من المساجد المنسجمة البديعة، ويضم حي يسمى بين القصرين دكاكين يباع فيها اللحم الناضج، كلها مجهزة بأوان من قصدير وتباع في أخرى مياه مصنوعة من جميع أنواع الأزهار ومذاقها رفيع جدا. وبعيدا من هنا توجد فنادق الثياب الصوفية المستوردة كذلك من جميع بلاد أوروبا. وفي الجانب الآخر يوجد زقاق يقيم فيه بائع العطور كالمسك والعنبر، وعلى جانب من هذا الزقاق ما يفضي إلى حي يباع فيه الورق الجميل السقيل، والتجار الذين يبيعون هذا الورق يبيعون أيضا الأحجار الكريمة، يحملها الدلال من دكان إلى دكان معلنا الثمن للمزاد. وفي القاهرة مارستان كبير يجد فيه المريض كل التسهيلات والعلاجات الطبية وجميع ما يحتاج إليه حتى الشفاء. وفي خارج القاهرة توجد قلعة السلطان، ومهما تبعد من السكان تسمع عنها معلومات عن القصور البديعة المفروشة بقطع من المرمر مختلفة الألوان منسقة بكيفية عجيبة، وسقوفها كلها مكسوة بالذهب وأحسن الألوان، ونوافذها مزدانة بالزجاج الملون مثل ما يشاهد في بعض أماكن أوروبا. وسكان القاهرة متى تصاحبهم تجدهم أناسا طيبين يزاولون التجارة والصناعة، ويرسدون لباسا حسنا يكون في الشتاء عبارة عن أثواب صوفية وأخرى محشوة بالقطن، ويلبسون في الصيف قمصانا من القماش الرقيق، ويدعون فوقها ملابس منسوجة من الحرير المخطط بالألوان، وعلى رؤوسهم عمائم كبيرة من قماش مستورد من الهند. أما لباس السيدات فهو فاخر، يحملن أكاليل على جباههن وعقودا في أعناقهن، ويضعن على رؤوسهن غطاء ثمينا وفستانهن مصنوع بعناية ومزدان بطرز جميل، ويتضطرن بغطاء من نسيج القطن بالغ الدقة والنعومة مستورد من الهند، وينتعلن أخفافا أو أحذية جميلة على الطراز التركي. وفي القاهرة عدد من الباعة المتجولين يبيعون أشياء متنوعة كالفواكه والجبن واللحم الني والمطبوخ إلى غير ذلك من المواد الغذائية. نرجع لأسئلة النص. ثالثا، أفهم نص المسموع وأحلل محتواه. ثالثا،
النص يتحدث عن موقع القاهرة وما تزخر به من بنايات منسجمة بديعة، وبجنباتها فنادق وتجار بدكاكين عدة، وبها مارستان ملجأ المرضى، وخارج القاهرة توجد عدة قصور بديعة وسكانها يرتادون ألبسة تختلف باختلاف الفصول. نشوف السؤال الرابع. أناقش زميلاتي وزملائي في محتوى النص المسموع وأقومه. السؤال الرابع: مناقشة الزميلات والزملاء في محتوى النص وتقويمه. في النص نجد الزخرفة التي تميزت بها مباني القاهرة من قصور وقلاع، وكذلك انتشار التجار في دكاكين مجهزة، وكذا بائعين متجولين لجميع المواد. نزول السؤال الخامس: أقارن نصف القاهرة بالنصف الوظيفي السابق، الحضارة المغربية الأندلسية. السؤال الخامس: مقارنة نصف القاهرة بنصف الحضارة المغربية الأندلسية. فنصف القاهرة تحدث عنها وعن سكانها، يعني تحدث عن القاهرة وعن سكانها وملابسهم وأعمالهم. فيما يخص الحضارة المغربية الأندلسية، تحدث عن تمازج الحضارات التي عاشت فوق الأرض الأراضي المغربية، وكذا احتكاكها وتواصلها مع المهاجرين الأندلسيين. شوفوا السؤال الموالي: إعادة إنتاج شفهي. ألخص محتوى نصف القاهرة شفهياً وأقاسمه زميلاتي وزملائي. هنا تلخيص النص شفهيا: يتحدث عن موقع القاهرة وما تزخر به من بنايات منسجمة بديعة، وبجنباتها فنادق وتجار ودكاكين عدة، وبها مارستان ملجأ للمرضى، وخارج القاهرة توجد عدة قصور بديعة وسكانها يرتدون ألبسة تختلف باختلاف الفصول. أما عن سكانها فوصفهم بالطيبين، يزاولون التجارة والصناعة، ويرتادون لباسا حسنا يختلف باختلاف الفصول. كما يوجد بها باعة متجولون يبيعون المواد الغذائية.